تحياتي لك محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني زي ما أنت بتقول النهاردة مران مسائي فقط بالنسبة للفريق، استعدادا لأولى مباراة النادي الأهلي الودية في المعسكر الخارجي أمام فريق أولمبيا سولفيني. التدريب يمكن النهاردة كان المفروض إن هو يكون في تمام الساعة 5، لكن الجهاز الفني فضل إن المران يكون في تمام الساعة 6 مساء، وده بسبب طبعا وجود الدوليين واللي انضموا لمعسكر النادي الاهلي النهارده، يعني في حدود كانت الساعه 2 ظهرا، يعني عشان مزيد من الراحه للدوليين ويكونوا لائقين اكثر لخوض المران النهارده، ففضل الجهاز الفني ان يكون المران الساعه 6. الامور كلها ماشيه بشكل جيد، يعني المران خلاص ابتدى منذ حوالي 3 4 دقائق تحت بمشاركه الدوليين، يعني لسه ما بانش هل هيبقى ليهم بعض التدريبات الاستشفائيه، خصوصا ان هم لسه جايين من سفر، والسفر كان فيه ترانزيت كمان، يعني مفيش دايركت على كرواتيا، فبالتالي الامور دي حتبان خلال لحظات في المران المسائي النهارده والوحيد للنادي الاهلي. الاصابات لسه زي ما هي، يعني باسم علي وايضا احمد الشيخ هم ابرز المصابين في قائمه النادي الاهلي. طبعا حسام عاشور زي ما احنا عارفين بيشارك بشكل جيد جدا، وليد سليمان النهارده كمان واضح ان هو هيشارك في التدريبات بعد ما كان سبب راحه المران المسائي بالامس تجنبا للاجهاد. كل الامور يا محمد ماشيه بشكل كويس ومعسكر مناسب وملائم جدا 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 للفريق قبل المرحله المهمه المقبله ومباراتي فريق تاونشيب الحاسمين بشكل كبير في مشوار النادي الاهلي الافريقي. طيب امير، الدوليين انضموا النهارده خلاص لبعثه فريق النادي الاهلي زي ما قلت، وسمعنا وشفنا حتى الصور واللقطات الخاصه بالدوليين في معسكر فريق النادي الاهلي في كرواتيا، لكن دي اول جلسه تعارف او اول تعارف بين كارتيرون والجهاز الفني مع اللاعبين الدوليين، هل تمت جلسات؟ كان مين في استقبالهم في فندق الاقامه عندما وصلوا بصحبه الكابتن سمير عدلي؟ طيب يعني هو كان في يعني لقطه جيده جدا ومميزه جدا من مستر باتريس كارتيرون. خلينا اقول لك ان الدوليين اول ما وصلوا فندق الاقامه تم استقبالهم كابتن محمد يوسف، توجههم مباشره على المطعم عشان يتناولوا وجبه الغداء الخاصه بهم، فبالتالي مستر باتريس كارتيرون فور علمه ان اللاعبين الدوليين وصلوا نزل لهم على المطعم على طول واستقبلهم استقبال جيد جدا وسلم عليهم ووقف معاهم اتكلم شويه، ودي كانت يعني كان شيء ايجابي جدا، كان ممكن ان هو ينتظر لموعد المران مساء ويتقابل معاهم، لكن هو كان حريص جدا ان هو يستقبلهم في المطعم اول ما وصل، يعني مفيش بعد ما وصل حوالي 5 دقائق بالتحديد كان مستر باتريس كاشيرون نزل من الغرفه الخاصه دي عشان يستقبل لعيبه النادي الاهلي الدوليين. خليني اقول لك برضو ان الدوليين كلهم متواجدين فيما عدا مروان محسن اللي لسه التاشيره بالنسبه له ما خلصتش او خلاص في صعوبه كبيره ان هو يلحق بمعسكر النادي الاهلي في كرواتيا، ونفس الحال بالنسبه كمان لباكاماني مالامبي اللاعب الجنوب افريقي، وايضا في صعوبه بالنسبه له ان هو يوصل المعسكر في كرواتيا، فبالتالي هينتظروا الفريق في القاهره. بالنسبه لعلي معلول بكره ان شاء الله هينضم للمعسكر بالنسبه للفريق وهيكون يعني متواجد في كرواتيا او بالتحديد في مقر اقامه النادي الاهلي في كرواتيا في تمام الساعه 1 أو 1:30 ظهرا، ولكن مش هيشارك طبعا في المباراه الوديه، وكل اللاعبين الدوليين بجانب المصابين مش هيشاركوا في المباراه الوديه الخاصه بالنادي الاهلي غدا امام فريق اولمبيا الفلبينيا. طيب جزئيه اخرى امير برضو عايز اعرف منك، مباراة تاون شيب يوم 17/7 وانت بتتكلم في حوالي 10 ايام من الان او 12 يوم، هل بدات الاجتماعات والمحاضرات الخاصه بين الجهاز الفني واللاعبين بيشوفوا فيها هايلايتس مع اللعيبه، ولا ده جزء لسه الجهاز الفني قافل على نفسه في المساله دي لغايه لما يبدا يحضر للمحاضرات لما يرجع للقاهره؟ هل في المعسكر في اجتماعات ومحاضرات في الملف ده مع اللعيبه ولا لسه لما يرجعوا القاهره؟ طيب خليني اقول لك ان الاجتماعات مش مع اللعيبه، الاجتماعات مع سيمو اخصائي طبعا الفيديو اناليزيس الخاص بالجهاز الفني واللي بيجمع لقطات لفريق تاون شيب، وبيبقى في كلام كتير ما بين كابتن محمد يوسف وايضا وسام صفوت اللي هو سيمو، فبالتالي ده الشيء الوحيد اللي بيتم دلوقتي ان هم بيجمعوا اللقطات والامور اللي عايز يركز عليها مستر باتشيك كارتيرون والجهاز الفني الخاص بفريق تاون شيب، لكن التركيز مع اللاعبين في الاعداد البدني بشكل كبير جدا، الاعداد التكتيكي والخططي بشكل اكبر علشان يبتدوا ينفذوا الفكر اللي عايز يشتغل بيه مستر باتريس كارتيرون، وخصوصا ان هو اكيد في فكر مختلف ناحيه تكتيكيه اخرى كمان مختلفه، فبالتالي ده التركيز الحالي مع لاعب النادي الاهلي. هيتم بقى الكلام والحديث عن الشكل او عن نقط قوة الضعف عند نقط القوه عند فريق تاون شيب او نقط الضعف عند فريق تاون شيب ده مع الايام او مع قرب
مباراه تاون شيب، فبالتالي لسه ما دخلوش في الجزئيه دي مع اللاعبين، التركيز كله مع اللاعبين في الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه والناحيه الخططيه والتكتيكيه يا محمد. هل لمست اي شيء في التقسيمه الجماعيه، في سواء في طريقه لعب او تشكيله، تغيير طريقه اللعب، الاداء اللي هيأدي بيه الاهلي الفتره الجايه، ولا اعتقد السرعه تتضح اكتر لما الدوليين يخشوا في التدريبات الجماعيه؟ هتتضح اكتر من خلال المران او من خلال المباراه الوديه غدا، وايضا من خلال دخول الدوليين الامور هتبتدي تبان شويه من خلال المباراه الوديه، ومن خلال تواجد الدوليين، ايضا من خلال المباراه الوديه الاخيره هنا في المعسكر الخارجي، وايضا في مباراه اخرى زي ما انت عارف اكيد في القاهره بعد عوده الفريق، وهتكون اخر مباراه وديه بالنسبه للفريق قبل مباراه تاون شيب يوم 17 ان شاء الله، فبالتالي كل الامور دي لسه اوانها ما جاش، ما بانش اي حاجه، التدريبات كلها زي ما بقول لك تركيز بدني عشان يكون الفريق لائق وجاهز واقف بدنيا بشكل كويس جدا في ارض الملعب، وايضا تدريبات خططيه، وخليه اكيد انت عارف زي ما احنا كلنا عارفين ان ما بيبانش لسه الامور الخططيه الخاصه مستر باتريس كارترون مع بدايه او مع بدايه الفتره الحاليه بالتحديد في المعسكر الخارجي، ممكن مع نهايه المعسكر يبان الامور هتبقى شكلها عامل ازاي. شكرا ليك يا امير هشام، مراسل قناه النادي الاهلي، كان معنا على التليفون من كرواتيا لايصال الصوره لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، واتكلم عن كل التفاصيل الخاصه بمعسكر فريق النادي الاهلي في كرواتيا خلال الفتره الحاليه استعدادا للمباريات الافريقيه وانطلاقه الموسم الجديد في الفتره القادمه. شكرا.